مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم النشرة الجوية الخاصة بالملاحة البحرية. منخفض نسبي للضغط الجوي مازال متواصلا على أغلب مجالاتنا البحرية. في الصباح كانت السماء عامة صافية إلى قليلة السحب خاصة بالمناطق الشرقية كما تبينه صور القمر الاصطناعي أمامكم. التوقعات الصالحة لما بعد الظهر بالنسبة لحالة طقس السحب عابرة بأغلب المجالات البحرية، إمكانية ظهور بعض الخلايا الرعدية مرفوقة بأمطار ضعيفة خاصة بالمجالات الشرقية. بالنسبة لاتجاه ريح بشمال تونس تهب ريح شرقية شمالية شرقية تكون بين 10-20 بجهة الشرق وبين 15-20 بجهة الغرب. البحر يكون قليل الاضطراب بجهة الشرق وقليل الاضطراب تدريجيا مضطرب بجهة الغرب. بشرق تونس ستهب ريح شمالية شرقية بين 10-20 عقدة والبحر قليل الاضطراب. أما بخليج قابس فتهب ريح كذلك شرقية شمالية شرقية بين 10-20 عقدة والبحر قليل الاضطراب. أما رؤية فتمتد من ميلين إلى 7 بأغلب المجالات. هذه الليلة سحب عابرة متوقعة بأغلب المناطق. بشمال تونس تتواصل الريح شرقية ثم جنوبية شرقية تكون بين 10-20 بجهة الشرق وبين 15-20 بجهة الغرب، والبحر يتواصل قليل الاضطراب بجهة الشرق ويصبح مضطرب بجهة الغرب. بشرق تونس ستهب ريح جنوبية شرقية فجنوبية غربية بين 10-20 عقدة والبحر يكون قليل الاضطراب. أما بخليج قابس فتتواصل الريح شرقية ثم جنوبية شرقية بين 10-15 عقدة والبحر قليل الاضطراب. أما رؤية فتتقلص عفوا تدريجيا من 7 إلى ميلين بأغلب المجالات. التوقعات الجوية المنتظرة اليوم غد إن شاء الله: بعض السحب الريح تتواصل من القطاع الشرقي. بشمال تونس ستهب الريح في البداية بين 10-20 عقدة ثم تتقوى نسبيا لتصل بين 15-25. البحر يكون قليل الاضطراب يصبح مضطرب آخر النهار. بخليج الحمامات تتواصل الريح من القطاع الشرقي بين 15-20 عقدة والبحر يكون قليل الاضطراب يصبح نسبيا مضطرب آخر النهار. بالنسبة لمنطقتي الشابة وجربة إلى غاية جرجيس تهب الريح من القطاع الشرقي، تحديدا تكون جنوبية شرقية بين 15-20 عقدة. البحر يكون قليل الاضطراب ثم يصبح تدريجيا مضطرب آخر النهار. أما الرؤية فتمتد من ميلين إلى 7 أميال. نمر الآن لحركتي المد والجزر. بميناء صفاقس متر و18 سنتيمتر على الساعة 11 ليلا و21 دقيقة و82 سنتيمتر على الساعة 6 صباحا ودقيقة واحدة. بميناء قابس متر و41 سنتيمتر على الساعة 11 ليلا و26 دقيقة ومتر و3 سنتيمترات على الساعة 6 صباحا و48 دقيقة. أما بميناء جرجيس ف65 سنتيمتر على الساعة 11 ليلا و33 دقيقة و51 سنتيمتر على الساعة 6 صباحا و5 دقائق. في الختام ولمزيد المعلومات والإرشادات يمكنكم مشاهدينا الأعزاء زيارة موقعنا meteo.an أو الاتصال عن طريق الموزع صوتي أو مباشرة عن طريق الهاتف على الأرقام الظاهرة أمامكم. دمتم في رعاية الله، بقيت متابعة طيبة للجميع.